مسي عليكم بالخير مشاهدينا، وأمسية جديدة ألتقي معكم فيها بعد ما كانوا زملائي موجودين في سراي. وطبعا ضيفنا اليوم ضيف مميز. قبل لا نذكر ضيفنا اليوم، دائما لما نشوف المسلسلات أو نشوف الشاشة هذه المستطيلة دائما نتمعن بزوايا وبفنيات هذا المسلسل، إذا كان الكاتب كاتب شيء حلو وأيضا الممثلين والأدوات الموجودة أيضا قاعد يمثلون شيء جميل، يبقى هناك مايسترو يحرك هذه الصورة ويبرز لكم هذه الصورة بشكل جميل وأنيق مثل ما يقولون. محمد دحام الشمري هذا المخرج الذي دائما وين ما يحط يدينه يطلع شيء مبدع. راح نشوف هذا التقرير ونرجع لكم تالي. ضيفنا الليلة وهو عراب المخرجين الأول على الدفعة، مدرسة إخراجية تأسست من زمان احتضن فيها تلاميذ درسهم وعلمهم فلسفته، لين صاروا أسود في الغابة كل واحد فيهم شق طريقه الخاص ونجح. محمد دحام الشمري اسمه موجود في سمة عالية وهو نجم من نجوم رمضان كل سنة. التحدي الأعظم وهو شلون يطلع ما بداخل فنانينه، هو صاحب عصا سحرية في كل عمل دايما يكون فيه جديد ويزرع بيئة فنية في أعماله، صانع النجوم ودايما يكتشف الوجوه الجديدة في الفن، يتعب على أدواته ودايما عنده رؤية إخراجية مختلفة ومتميزة. وأي عمل يختار محمد دحام الشمري هو عمل ناجح من قبل جهوزيته، لأن مخرج يعرف شلون يلعب بأدواته بالصورة الصحيحة. المخرج محمد دحام الشمري إسراينا الليلة. مرحبا فيك وحياك الله معنا اليوم، وانت اليوم معلن من معالم الفن والإخراج، بصمتك وتواجدك في هذا العالم شيء مميز جدا ومشرف، ونشوفك دائما بتجدد. ومثل ما تفضل الدكتور طالب، كثير من المسلسلات من غير لا نقرأ نعرف أن هذا العمل للمخرج محمد دحام الشمري. الله يعطيك العافية ومبروك على هذا العمل الجميل. شكرا شكرا لك، وكل عام وانتم بخير، وإن شاء الله عساكم تعودونا ويا الإنسانية كلها بخير وبصحة وبعافية، والله يبعد عنا إن شاء الله هالوباء. آمين يا رب العالمين. ويا رب يعني بعد خلاص باشر العيد، عيدكم مبارك. والله رمضان قضب وعزيز. قضب أي والله، يعني رغم كل هالظروف وهالأمور الحمد لله يعني عدة. الحمد لله خير، والناس لله. يعني اليوم أحسن من أمس الحمد لله. وباشر الحظر خلاص. خلاص. بس العيد عيدين أكيد. عسى الله يبارك. مشكورين طبعا على هالمقدمه الطيبه والتقرير، ما قصرتوا يعني بصراحه الواحد ما يدري شو يقول. بالعكس والله تستاهل الزود. انت اليوم ابو عزيز يعني تركت فعلا بصمه حقيقيه كمخرج في العمل، سواء الخليجي او حتى يعني الاعمال الخارجيه، واحنا دائما نفتخر بشبابنا وابداعاتهم. مثل ما يقولون اليوم هذه خلينا نقول المهن، سواء اخراج او تمثيل، ترى نادر انك تشوف المبدع. صحيح، في مميزين لكن مبدعين ما تحصل الا القليل. اليوم انت وصلت هذه المرحله ابو عزيز، انك انت ما ترضى على العمل انك تقدمه فقط انه والله تعالوا شوفوه مع السلامه، لا تبي تحط لمساتك فيه. صحيح، هو بعد في النهايه اليوم احنا مع السنين هذه اللي اشتغلنا فيها صار في تركيزنا على قضايا مهمة يعني تحرك المشاعر الناس، الفكر يعني قضايا قد تكون جدلية ساعات، ولكن يعني أنا أحس إن إحنا محتاجينها، يعني هذا كنوع من النقاش الفكري العقلاني اللي يدور داخل المجتمع، يعني حوالين قضايا اجتماعية نقدمها من خلال أعمالنا، أو قضايا يعني ساعات تكون تمس الإنسان بشكل خاص، مثل العنصرية مثلا اللي نوقشت في لا موسيقى في الأحمدي، حريات المرأة اللي في سما عالية، في كحل أسود أيضا كان كثير من القضايا يعني الاجتماعية اللي فيها في المجتمع. فاليوم هذا أكيد هم يعني احنا كناس نشتغل في الدراما نحس ان احنا هذا أيضا جانب علينا ان احنا نقدمه كنوع من الرأي يعني
نعم. طبعا اكيد الدراما تقدم امور كثيره تخص الوضع العام والشارع العام اللي قد يلامس في بيوت كثيره في الكويت تحديدا، لكن سقف الحريه في الدراما ايش كثر ممكن انك تقدم فيه؟ هل مرتفع لدرجه انك ممكن توصل كل الافكار اللي براسك؟ لا طبعا مو كل الافكار، او احنا يعني القضيه سقف الحريه هذا يعني كلمه شويه مطاطه، بس خصوصا في زمننا الحالي. يعني اليوم صارت الأمور مو مقتصرة على المحطات الرئيسية والرسمية، يعني اليوم طبعا في الابليكيشنز واليوتيوب والأماكن هذه صار في متنفس ثاني لكل الناس اللي تقدر تشتغل في مواضيع مو بس في الدراما، في كثير من الأمور. سقف الحرية ما عاد هو مرتبط في ماذا نقول، سقف الحرية ان احنا ايش بنقول وشنو التأثير اللي نبي نوصل له. يعني مو شرط الحرية تكون هي تعبير عن الانحلال، الحرية ممكن تكون حرية بالرأي. نعم صح. الفكرة تكون جديدة وجريئة وتشكل يعني نوع من النقاش داخل المجتمع. يعني أتوقع أن سقف الحرية أصبح موجود، الهامش منه موجود. الرقابات طبعا في كل محطة تلفزيونية لها طبيعتها ولها رقابتها الخاصة فيها، وهذا شيء احنا طبعا اكيد نحترمه، ما نقدر. والرقابه الذاتيه ايضا موجوده، الرقابه الذاتيه اكيد، لان انت لما تقدم عمل رمضاني انت قاعد تراعي انه الاسره قاعده في البيت، كل شرائح المجتمع صحيح. البنت الصغيره، الطفله، الكبير، الكذا، فتراعي انك تقدم لهم شيء الفكره نوعا ما تكون جريئه، ولكن طريقه الطرح تكون مناسبه لجمهور رمضان خصوصا. نعم بالضبط. خلينا نشوف مقاطع من سمع عاليه ونرجع لك تالي. ألف مبروك حبيبتي. أبو عبد العزيز، يمكن العمل هذا أخذ منكم وقت طويل في التصوير لظروف كورونا. صحيح. والعمل هذا كان مفروض رمضان الماضي. يعني الماضي. لأن مر بظروف صعبة الحقيقة العمل. إحنا صورنا شهر 12 قبل كورونا، صورنا في القاهرة مشاهد مصر في مدينة الإنتاج، وخلصنا يعني خلال شهر تقريبا المشاهد، الحلقات يعني كلها تقريبا العشرة الأولى بالذات. بعدين رجعنا المفروض واستكملنا التصوير مدة تقريبا أسبوعين، وصارت المشكلة طبعا الجائحة، وبدت طبعا المشاكل. احنا من اول ناس اللي احنا نزلنا قرار على اساس ان احنا خلاص وقفنا التصوير، لان خلاص الوضع صعب، الممثلين صعب ان انت تغامر في حياة الناس. نعم. العمل صار في مشاكل ثانية، ان طبعا صار الاغلاق، يعني قعدنا اكثر من 4 أو 5 أو 6 شهور لغاية ما صار الحظر الجزئي، لما صار ينتهي تقريبا الساعة 9. صحيح. فكنا نصور من رجعنا للتصوير بشهر 8 و9 في عز الصيف. نعم. يعني الحر، وضغطنا المشاهد داخل ديكور، يعني استديو، سوينا استديو مشاهد لأن ما نقدر أصلا نطلع في الشوارع التصوير. صورنا تقريبا مدة 2.5 شهر بعد، فيما بعد يعني في البداية شهر وبعدين 2.5 شهر، يعني العمل أخذ أكثر من 95 يوم. أيضا صارت عندنا مشاكل أنه الكاست الفني من مثلا الماكيرية، كان معنا فريق مكياج من تركيا متخصص، أيضا هذيل اضطروا يسافرون. أيه. مصورين ومن جزء من الفنيين الأساسيين في العمل أيضا من مصر اضطروا يسافرون. أيضا في شخصيات رئيسية، يعني إذا تذكرون في الجزء الأول في الحلقات الأولى كان في شخصية سميحة اللي هي الحين صارت مي عبد الله. نعم. ومحمد محب، سميحة وحمدي، هذولا كانوا بالأساس شخصيات مصرية اللي هم أصدقائهم. نعم، أستاذ الله يرحمه سليمان الياسين طبعا، كثير يعني. أيضا الفنان أخونا حمد العماني توفى والده في هذيك الأيام، وقف فترة. طبعا كانت الظروف صعبة جدا، بس كنت مصر أبو عبد العزيز أنه يعرض في رمضان، بس مو رمضان الماضي، لأنه إحنا خلاص وقفنا. إحنا رجعنا بعد رمضان التصوير. وأيضا لما رجعنا مرة ثانية كانت يعني كثير من الأمور يعني عوائق، يعني كثير، لأن موضوع الشحن، شلون أنت ترسل المواد، علشان لأن كثير من الأمور الفنية اللي احنا نشتغل عليها هي شركات خارج الكويت. صح. تشتغل عليها. أيضا كان عندنا جزء مهم في لندن المفروض، واحنا كنا متعاقدين مع شركة في لندن على التصوير وكذا، هذا طبعا كله راح وما قدرنا نرجع نكمل هناك التصوير. كثير من الأمور يعني الحمد لله أن على الأقل إحنا قدرنا نوصل الفكرة الأساسية من العمل.
لأنه العمل يعني أنا بالنسبة لي أشوفه هو مو بس مجموعة لقطات، هو فكر وموضوع. يعني الأخوان يعني أنا أحب أثني عليهم، الكتاب الأخ صالح النبهان والأخت شيخة بن عامر، قدموا نص يعني أنا بالنسبة لي نص جديد يتكلم عن موضوع فكري مهم، رأي قد يختلف البعض أو قد يتفق عليه الآخر، ولكن هو قضية رأي تطرح للتفكير وللنقاش. صح. وأحداث حصلت واقعية يعني. هو شوف الأحداث تقدر تقول عنها واقعية وتقدر تقول عنها متخيلة، لأنه لا يمكن أنت تلقى شخصية مثل شخصية راشد بهذه المثالية في الحياة. هي هذه رمزية من الكتاب، أنه حتى هذه الشخصية المثالية اختيلت في الحلقة 25. ليش؟ لأنه هي شخصية كانت قاعدة تقول مسج رسالة وخلصت الرسالة، ولا يمكن، لأنه هو خلاص مثل ما يقول بدأ ينبش عش الدبابير يعني وصل لمنطقة صعبة من الجدليات. فلذلك هم فضلوا أنه هذه الشخصية فعلا تتوفى على الورق، ولكن تبقى أفكارها. هني الفكرة تبقى هذه الأفكار، شخص يموت ولكن أفكارها تبقى مستمرة ولها تأثيرها داخل المجتمع. في ناس تكون مع هذا الفكر وفي ناس ضد هذا الفكر، وهذه حرية الرأي للجميع طبعا. صحيح. هذه صحيح. مو بالضرورة احنا لما نقول رأي احنا نفرضها، احنا أكيد. نطرحها للتفكير والجمهور حرية التقبل منها. أكيد 100%. والعمل فيه مجموعة رسائل كثيرة، بعضها يكون مباشر والبعض منها قد يكون شوي مبطن، ولكن في مجموعة من الرسائل الجميلة جدا. يعني أكثر من عمل قدمته يتكلم عن حقب زمنية معينة، وفي الفترة الأخيرة مثل كحل أسود و لا موسيقى في الأحمدي كلها تتكلم عن حقب. اليوم أيضا قاعدين نتكلم عن سما عالية، يتكلم عن حقب متتالية، بالإضافة لدراما يعني أعمال درامية أخرى صارت مثل الهبة. اليوم إحنا قاعد نشوف أكثر من عمل كله كمان عن فترة زمنية معينة، هل هذه فعلا هبة ولا اليوم المشاهد يبي هذه الفترات من الزمن؟ هو أنا بالنسبة لي صار لي سنين أشتغل على هذه الحقب الزمنية. صح. اللي مثل ما تقولين هبة، بالعكس أنا أشوفها شيء صحي. نعم. ولأنه أنا قبل فترة العام كتبت مقالة صغيرة نشرت على منصة منشور في تويتر، تكلمت عن مشكلة الأعمال الرمضانية اللي هي شنو إحنا المفروض نقدم في رمضان. يعني الناس متعودة تشوف مسلسلات اجتماعية وغيرها، ولكن رمضان له حالة خاصة، لأنه هو المفروض في كمية مشاهدة عالية على الأعمال، فالناس محتاجة تشوف أعمال ثقيلة، أعمال كبيرة ضخامة فيها صناعة، يعني فيها ديكور وفيها عمق. قد تكون فيها تسلية، مو بالضرورة دائما الأعمال تكون عميقة، في ساعات ترفيه وفي تسلية وهذا مطلوب يعني. فبس انه حجم الاعمال، لانه الميزانيات كلها تكون ثقيله وكبيره في رمضان، المشاهده عاليه. صحيح. الشركات الاعلان ايضا يعني يكون دورها فعال في رمضان، المحطات يصير عليها يعني طلب وغيره. فبالتالي اشوف انه الاعمال الثقيله يجب ان تقدم في رمضان، الاعمال الخفيفه الاجتماعيه ممكن تقدم طول السنه. نعم. وهذا انا اسمعه كثير من الناس، انه احنا ننتظر بس رمضان اعمال، ليش السنه ما فيها اعمال؟ صح. الان مع المنصات والرقميه اللي بدات تكون منتشره مثل شاهد وغيره، الان راح تشوف في عجله الدراما راح تكون شغاله عشان تغطي خارج موسم رمضان. وعبد العزيز انت تستهويك؟ انا تستهويني طبعا، لانه انا لي اسباب في الرجوع للاعمال الحقبويه. يعني السبب الأول أنه أنا ما عدت ألاقي نفسي في الأعمال المودرن، لأنه لما تجي تناقش أفكار كبيرة مثل الحب، مثل الإنسانية، مثل هذا، لما تجي تناقشها في زمن الماديات راح تلاقي صعب أنه تطلع مثلا، خلينا نقول لك مثلا في ساهر الليل قصة العشق اللي ما بين الشخصيتين، هذا الحب العفوي البسيط العذري الغيرة، لا يمكن. إذا سويته في 2021 راح يقولك كذاب، ما في شيء كذي. مات الحب العفوي، مو مات، صار شكله مختلف، لأن في مصالح، في أمور ثانية في الحياة أصبحت هي اللي تقيس، يعني الناس تقيس عليها سلوكها وغيرها. بالنسبة للعمل الحقبوي يعني أرجع له لأسباب، يعني يا أما نحن نناقش ظاهرة، أو أن احنا نناقش حالة شاذة ممكن تتطور إلى ظاهرة. يعني إذا اليوم احنا عندنا ظاهرة تعنيف المرأة مثلا، في العمل الحقبوي نرجع نوريك جذور المشكلة من وين بدأت. مثلا في سما عالية من الأساس، يعني في سما عالية الكتاب يورونك مو بس أنت تشوف
خط التطور الاجتماعي في الكويت والاقتصادي والسياسي والتعليمي، يوريك مثلا الأفكار اللي اليوم يعانون منها في المجتمع بعض النساء من وين جذورها، شنو الفعل الاجتماعي اللي كان قبل 40-50 سنة يعني تم متداول إلى أن وصلنا إلى هذه المشكلة اللي اليوم أصبحت ظاهرة. يعني لما نناقش فكرة مثلا شاذة بسيطة أنه أنت تقول أنا أتخيل أنه في المستقبل هذه راح تكون ظاهرة، أيضا الدراما ممكن تناقش الظاهرة، ممكن تناقش فكرة مستقبلية شاذة، ممكن تكون تبدو حاليا شاذة ولكن الدراما تقول لك بعد 20 سنة هذا يكون موجود ومنتشر. أنا أرجع للحقبويات علشان أناقش المشكلة من جذورها وتأثيراتها على المجتمع والناس شلون تشعر فيها وشلون تتصرف. جميل، نستوقفك لحظات وناخذ هذا الاتصال من شخصية عزيزة علينا وعليك، مسي عليك بالخير فنانتنا الأستاذة زهرة الخرجي. تقبل الله طاعتكم منا ومنك إن شاء الله بصالح الأعمال. عيدكم مبارك. طول عمرك يا مبارك، انت بخير يا زهره. مرحبا دكتور، شلونك؟ الله يطول عمرك ويسلمك. يا هلا ومرحبا بزهره في الفن، حياك الله استاذ ابو عزيز، شلونك؟ هلا يا هلا زهره، عيد عليك. وكان المفروض اني اتصل عليك بعد العمل مباشره علشان ابارك. اي الله يسلمك. انا جدا سعيده اني انا اكون جزء من هذا العمل الحلو الكبير. وايد سعيده فيكم من اول يوم كلمتوني، مو بس الحين. انت استاذ مو بس تطلع وجوه جديده، انت تطلع حتى الوجوه القديمه وتجددها وتقدمها بطريقه الناس ما تتجرأ انها تقدمها. وانت طلعتي بشكل مختلف، يعني زهره فنانه وجميله، الله يحفظك. اليوم كنا بنتكلم عن دورك، فعلا ظهرتي بظهور مختلف في فترة زمنية بعيدة وبشكل امرأة كبيرة في السن. ايش كثر شفتي هذا الدور يناسبك هالفترة، وشنو الزوايا اللي عجبتك وشدتك عشان تقدمينه؟ والله الدور مثل ما سبق وقلت الدور عجبني وايد. يمكن في البداية يعني لو ان مع احترامي للمخرجين العاطفين أكيد يعني الواحد يعني يخاف إنه يسوي الدور مثل هذا إلا بالطريقة الصحيحة من كل زوايا مثل ما أنت قلتي. يمكن الممثل يبذل جهد كبير لكن ما يطلع من خلال هالشخصيات الجميلة النجوم اللي في العمل. لأن دور الأم أساسي من البداية، وأول مرة أسوي دور مثل هذا امرأة غير يعني مو متعلمة ومن أمهاتنا اللي قبل. صحيح. على سجيتهم إيدها. يعني حتى يعني أول ما تقدم يعني قدموا لي العمل يعني قعدت أنا أستاذ وعزيز تكلمنا وايد، وتكلمت عن ذكرياتي قبل لما كنت أشوف صديقات الوالدة وبعدين قلنا شلون، وبعدين هو دائما يعني حريصين قلت له خاف أنسى حركات الأولين يعني شلون يعني الأم شلون تتكلم. صحيح. على طريقتها الغير يعني مو متعلمه بس تبي تعبر، اكيد تعبر اوفر شويه بالايد. صحيح. مو اوفر يعني بالتمثيل. فكانت بعض الحيثيات دكتور اول مره تسويها، اول مره اسويها، فكان الاستاذ فعلا يعني وجهني بطريقه صحيحه. انا ودي اسالك سؤال بهالمجال هذا. اليوم الممثل لما يعني يدش او يدخل في دور جديد عليه نوعا ما ويكون شويه متخوف انه يؤدي هذا الدور بشكل جيد، خاصه مثلا اسم اليوم زهره الخرجي يعني اسم لامع وانت عندك اعمال كثيره، ما تبين تجازفين في عمل قد يعني يقلل من على قولتك من نجوميتك. اليوم استنادك على مخرج قوي يعطيك أريحية أنك اليوم والله أنا معاي مخرج قوي فعلا ما راح يطلعني بشكل غير مناسب؟ طبعا طبعا طبعا. وأغلبية الفنانين أو الفنانات اللي فاهمين ويبغون يطلعون بالشكل الصحيح بفنهم والأدوار اللي فيها شوية جراءة ومجازفة يعني شوي ومخرجين على جمالهم وعمرهم ودنيتهم أكيد يحبون يسلمون عمرهم حق أستاذ مثل أبو عزيز شرواي يعني أكيد. وأنا جدا يعني سعيدة وكنت مستسلمة على الآخر ما كان ودي أشتغل في أي عمل آخر، لكن الظروف يعني يتني ان اشتغل في اعمال كذلك. لكن هم الكورونا مثل ما قلنا كنا نخاف ان نختلط وايد مع ان العمل كان في وايد مجاميع ما شاء الله والعمل ضخم ف
في وايد شخصيات. نعم ما شاء الله. والأطفال من هم بيبيز لما يكبرون. صح. والأطفال كبروا بالصج وما وبدلوهم. نضيع باليهال يقول هذا من ولده. ما شاء الله. هذا من ولده. هذا من ولده. ما شاء الله. قواكم الله كنتوا جروب جميل جدا وأنت كنتي شمعة العمل وكنتي بدور جميل جدا ولامع قدمتيه لنا الصراحة. لكن قبل لا نختم معك شلون أبو عزيز في كواليس العمل يعني التعامل مع الدكتور نبي سلبياته ما نبي الإيجابيات وايد عزيز لا وعزيز يعني صراحة من أهدى المخرجين صحيح ما تسمع له صوت مرات يعني لما يقولون أكشن أقول وين سقف وين أسي ما شاء الله يعني هادي جدا فجأة تلقينا واقف على راسك فجأة تلقينا على يمينك فجأة يعني بسم الله عليه الله يحفظك يعني هادي وموجود ونسمع منك حتى لو صوتك عالي فعلا ناخذ منك كل حذافير الشخصية يعني أنا جدا أرتاح إني أكون مع أستاذ أبو عزيز في هذه الأعمال الضخمة وأستاذ يعني مو من زم... يعني إحنا من زمان طبعا مشتغلين من قبل أفتكر في أعمال قديمة مو أول مرة لكن في شخصيات يمكن أنا كنت قادرة عليها قبل كنت ما أقدر مثل هالشخصيات الحين في هالعمر وعقب ما شوية خبرة صارت عندي ومع أستاذ مثل أبو عزيز إنه يوقف معاي وبعض الأشياء اللي أنساها يذكرني فيها دائما مو يعني فعلا أنا سعيدة وفخورة فيك الله يطول عمرك عساك على القوة شكرا الله يحفظك عسى الله يواليك العافية إن شاء الله وكل عام وانتم بخير وشكرا على هذه المداخلة السابقة بخير وصحة وسلامة شكرا لكم مبارك يا هلا ومرحبا عبد العزيز اليوم لما تشوف مثل هالنجوم يعني اليوم زهرة الخارجي نجمة ما هي يعني أكيد ممثلة أكيد شابة وتقول هالكلام وتعطيك هذه الثقة اليوم يثقون فيك بشكل كبير يعني شوف هي سنين اللي اشتغلتها أنا في المجال يعني مو أقل من 25 سنة صحيح. تقريبا يعني كبرت بينهم كبرت صحيح. معاهم يعني واشتغلت مع كل يعني نجومنا الكبار اللي موجودين الله يعطيهم طولة العمر واللي اني راحوا والله يرحمهم ويغفر لهم صار في علاقه انسانيه خلال هالسنين هذه يعني اكيد هذه العلاقات الانسانيه تمر بصعود هبوط وفي ساعات يصير في خلافات وساعات يصير في اتفاق الى ان بعد السنين هذه يصير هذه العلاقه الانسانيه كبيره يعني الفنانه زهره الخرجي من عمر من ايام انا ما كنت اشتغل مع الله يرحمه عبد العزيز المنصور طيب. واحنا من ذيك الايام دارت الايام ودروب نعم. الشك والاعمال ذيك من هناك يعني وهذه العلاقه الانسانيه موجوده وزهره من الفنانات اللي انا دائما اقول لها انت مكافحه مقاتله يعني صح. يعني الله يعطيها الصحه والعافيه صح. وصلت الى درجه الموت نعم. وطلعت بقوه اليوم قدمت عمل يعني من اهم الاعمال صح. وفي مفاهيم الحقيقة هو رغم أن الدور يبين بسيط ولكن صعوبته في أن أنت شلون تخلي هذه المرأة اللي هي المودرن اللي عايشة في 2020 تتصرف بطريقة قديمة من ناحية الصوت بالضبط البادي لانجوج العين التفاصيل الحوار المفردة مو سهل وخصوصا أن زهرة الخارجي أول مرة تسوي هذا الدور الشعبي يعني عادة نعم. احنا متعودين عليها في الشخصية صح. المودرن والحمد لله يعني سوت شيء جميل الصراحة. وفي تحدي صح. كبير صح. لها ولنا يعني الحمد لله نعم أكيد. يعني أكيد هذا الشيء أكيد الكلام يعطيني ثقة أكثر ويزيد يعني مسؤوليتي تجاههم أكيد لأن هم في النهاية الممثلين يقول لك إحنا تحت عين هذا المخرج عين أو إيده هو اللي بيطلعنا شنو وين راح نوصل فكأنه محملينك مسؤولية كبيرة أكيد. أنت لازم اليوم عد بالضبط يعني أنا أشتغل معهم بالروح الأخوية الأبوية اللي فيها حزم ولكن بهدوء يعني يمكن الكل يعرف في الوسط الفني إن اللوكيشن عندي هادئ ما في صوت عالي ما في ازعاج لان الحاله النفسيه والمزاجيه للناس اللي تشتغل داخل ضروريه جدا نعم. مع السنين انا عرفت انه الممثل هذا يحتاج وقت علشان يقدر يصفى ذهنه علشان يقدر يوقف الكاميرا يقول الكلام هذا وهو متقمص وعايش الشخصيه محتاج جو عام محيط كامل علشان يقدمه وايضا انا كمخرج احتاج الهدوء داخل اللوكيشن لان انت تفكر طول الوقت تفكر بحلول تفكر هذا المخرج المشهد من وين تاخذه شنو صحيح. التفاصيل او غيره نعم. فالعمليه يعني متشعبه شويه نعم الله يعطيكم العافيه طبعا راح نستمر بحوارنا مع مخرجنا المميز لكن نطلع فاصل ونرجع لكم
مستمرين معكم مشاهدينا وضيفنا العزيز عبد العزيز محمد حام الشمري. عبد العزيز، في سمة عالية استخدمته الجرافيكس، وهذا شيء يعني جيد لأي عمل، خاصة أنت قاعد تكلم عن حقب تحتاج بعض الخلفيات. لكن لوحظ أن في الحلقات التالية كان الجرافيكس نوعا ما مو بالجودة المطلوبة. صحيح. هو يعني هذا زين سألتني السؤال، مهم وايد، لأن صار فيه كلام على هذا الموضوع، وعلى قولتهم يعني النقطة السوداء بالثوب الأبيض واضحة يعني. وسمعت ملاحظات كثيرة يعني. الحقيقة أنا طبعا هذا الشيء بالنسبة لي يسعدني لسبب، لأنه أتوقع أنه الناس تعودت أنه أعمالي فيها نوع من المصداقية والشغل الجيد. صحيح. خصوصا في التفاصيل هذه الصغيرة، وهذا الشيء يخليهم ان لا مو منك انت دحام، لا مو منك انت اللي نشوف من شيء الاخطاء ثاني. هذه يعني غير متوقع. وطبعا المشاكل او الظروف اللي احنا مرينا فيها لسبب يعني او باخر، طبعا ظروف كورونا وغيره والتعطيل اللي صار، احنا كنا بالاساس متفقين مع شركه يعني تشتغل الجرافيك في القاهره، والمشاهد الاولى يعني لو تشوف اول 10 حلقات او 15 حلقه كان فيها مشاهد جرافيك بس ما لوحظت لانها كانت معموله بشكل صحيح جيد ممتازة يعني. لانه احنا كنا يعني يمكن اللي يفهم في التقنيه راح يفهم انا شنو اتكلم عنه، ان احنا الماده اللي كنا نصورها هاي كواليتي يعني يصور السايز نفسه مال المواد التصويريه عالي جدا، عشان كذي ما تقدر تبعثه اونلاين. صحيح. فنضطر نبعثه على هارد ديسكات، ونظام الشحن والروح والرجاء خلاص توقف هذا الموضوع، فاضطرينا ان نشتغل مع شركه محليه يعني بس علشان ننقذ الموقف، لانه هي المشكله ان هي لازم تسافر لندن. صحيح. ولندن توقفت، ولازم نعمل مشاهد الجرافيك بشكل افضل، ولذا وحتى في يمكن اكثر من 10 مشاهد انا حذفتها لان ما كانت بالمستوى المطلوب. بس اضطريت اني احط بعض اللقطات اللي الناس ما كانوا مرتاحين لها لسبب، لانه لها دلالات محتاجها علشان هي جسر تبني لي شيء داخل النص علشان اقدر احافظ على السياق العام للنص. وهذا شيء يعني للاسف يعني انا يعني انا اتحمل مسؤوليه كوني كمخرج العمل، ما اقدر اقول لك والله فلان سيء او كذا، بس لكن في النهايه الظروف طبعا الظروف اللي حدتك، وانا يعني اعتذر طبعا عن هذا الشيء، وان شاء الله اكيد في الاعمال الجايه هذا المنظر ما راح يتكرر، لان المفروض تكون ظروفنا افضل. والدليل انه احنا في اعمال السابقه يعني قبل سنتين في لا الموسيقى في الاحمدي وكحل اسود قبل 4 سنين كنا مسوين مشاهد فيها جرافيك. صح. العاصفه، السفينه، غيره. صح. الناس كانت حبتها وتكلمت عنها، كانت تحت الظروف اللي احنا كنا اوكي فيها. صح. فما كان عندنا مشكله. صح. فان شاء الله هذه يعني الغمه كلها تزول. وايضا حتى هذه المشكله انا لاحظتها في اعمال كثيره يعني مو بس عندنا العمل، لانه ظروف الوضع اللي صار اللي مثلي واللي ناس تشتغل في المجال تعرف شنو صعوبة انتقال المادة المصورة بالطيارات وغيرها. ولكن رغم هذه الظروف يعني ما يختلف اثنين على نجاح المسلسل وشان هو قدم بشكل جميل مع اختلاف الحقب الزمنية ودخول بعض الوجوه الجديدة. نقدم لهم تحية لأن ما شاء الله أجادوا أدوارهم بشكل جميل جدا وظهروا بجميل جدا خدم العمل. نبي ننتقل معك لمحور آخر، استديو 21. هذه تجربة نوعا ما جديدة بالمنوعات والكوميديا، بشوف معك الفيديو ونتناقش فيه. جماعة، صاحب القناة رجل بخيل، رجل عصامي. لا عصامي يعني زين. رجل من الدراما إلى المنوعات والكوميديا، هذه نقلة يعني مختلفة جدا، فيها نوع من المغامرة. كلمنا عن هذه التجربة ورايك فيها. هو يعني مو مغامرة، أنا بالعكس كنت محتاج أني أغير جو صراحة. يعني سنة كانت ثقيلة علينا في كورونا، وبعدين مسلسل سمع عالية في هذا الثقل والهذا، فأحس أني كنت محتاج شوية راحة يعني. وفرصة كان أنه العمل يعني تصور في الإمارات، فكانت بالنسبة لي أني أطلع شوية أغير جو، وغيرنا جو بعمل جميل لطيف. هو العمل هذا ظروفه يعني شوي بالنسبة لي غريبة، ومصادفتها كانت حلوة، انه الاخوان يعني في الام بي سي، الاخ خلف الحربي والانتاج كان الاستاذ عماد العنزي، يعني كان تكلموا على انه في فكرة في مجموعة من الفنانين السعوديين الشباب اللي موجودين في دولة الامارات، وانه موجودين وصعب رجوعهم الى المملكه العربيه السعوديه، كان في وقت الاغلاق وصعب الممثلين، فاحنا نبي نسوي لهم عمل يستغلون وجودهم. اي نستغل وجودهم يعني يصورون مجموعه اعمال يعني منتشره في الامارات. فكلموني، وكان حتى النص يعني الفكره يعني مو جاهزه، وكان مجموعه افكار
وتكلمت مع الأخ خلف الحربي يعني ومجموعة مواضيع وشنو الفكرة وين نروح وين نتكلم وكذا، إلى أن طلعت هذه الفكرة تبلورت، انكتب نص يعني سريع على عجالة، وبعدين كان هو الأساس لنا وانطلقنا، وبعدين صار تكون فريق كامل من 5-6 مؤلفين، منهم الأستاذة منى الشمري، مجموعة من الكتاب الشباب من السعودية وغيره، وصار العمل يعني بجهود مجموعة كبيرة الحقيقة، لأنه أنه يمكن أقل من شهر يعني تصور قبل رمضان، يعني أنا قبل رمضان تقريبا بكم يوم سلمتهم 10 حلقات. يعني الميزة أنه أنت هذا الفارق أقول لك، وين مثلا لما يكون في أرضية جيدة للإنتاج أن أنت شلون كفنان تقدر تبدع، يعني عكس لما يكون هنا عندنا شوية الأمور شوية صعبة فتديرها بطريقة صعبة واعتماد على مجهودات شخصية. هناك فريق الإنتاج الحقيقة كان يعني من الـ MBC ناس يشتغلون بفريق محترف، كان في مدير تصوير وفريق كامل من الهند، المقدمة تصورت بفريق ثاني كامل يعني صرفوا على المقدمة بشكل يعني مهم كبير، لأن هي تايتل العمل وتقدمت شيء الناس حبوها يعني من 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 راي صايرة من روح العمل. أيضا صار في ستكم، والجديد في العمل أنه هو كان يفترض أنه هو يكون شبيه بواي فاي. واي فاي كان هو عبارة عن سكتشات وتقليد، يعني أغاني وسكتش وتقليد، لكن هني صار حطينا فكرة جديدة إنه يكون في ستكم، يعني في قصة ماشية معانا اللي هي قصة والشخوص ثابتين يتحركون في هذه القصة. أنا ودي أسألك عبد العزيز عن موضوع تقليد الشخصيات، استخدمته هذا التكنيك لكن بشوية بطريقة يمكن مختلفة. صحيح. ما حاشتكم صعوبات أو بعض الناس تكلموا وكذا؟ والله شوف، اعتراض وزعل. الملاحظ هالسنة إنه كل اللي تقلدوا شكروا في البرنامج. إيه، فما كانوا. وأنا أعتقد السر هو في إنه التقليد هي مادة أصلاً ونوع من الفن موجود في العالم كله، يعني لما تشوف ساتردي نايت لايف استخدامه إنه إحنا التقليد ما كان في سخرية على الشخص نفسه، السخرية من المحتوى نوعا ما ساعات أو النقد للمحتوى اللي قاعد يقدمه الشخص. لذلك هذا اللي صارت في ردة فعل إيجابية من كل الناس اللي تقلدوا، وقدرنا نحكم التقليد في زاوية إنه يكون مكتوب وانه يكون يعني مجال الارتجال بسيط للفنان اللي قدمه، ويعتمد على طبعا عشان لا تطلع بعض المفردات قد أيوة يعني يفهمها أيوة ومحكوم، يعني حتى اللقطه اللي يتصور فيها المشهد محكومه بفريم ثابت محكوم علشان نقدر نسيطر. وايضا زمن المشهد يعني كان محكوم انه هو في الغالب ما يتعدى دقيقتين، من دقيقه ونص الى دقيقتين، دقيقه واربعين ثانيه، علشان نحافظ على ايقاع مسترسل وسريع داخل العمل. من الخط الثاني طبعا الخلطة هي الجميلة، انه مجموعة شباب سعوديين، يعني في اغلبهم مثلا اول مرة تشوفهم يمثلون مثل الاعلامية تغريد الهويش، مثل زيد السويدة شاب العنود، ايضا علي الحميدي من الشباب اللي يعني ما هم مشهورين ولكن عندهم خفة الدم وكذا. خلطة الشباب الكويتيين خالد مظفر وعبد العزيز النصار طبعا اضافوا داخل العمل. انا كنت بسألك عنهم، ما شاء الله النصار والمظفر يعني احنا نقول عنهم ابناء المسرح. صح. ولعبتهم دائما تكون على خشبة المسرح، وان قدموا يعني صحيح. يعني صحيح. شوية امور تلفزيونية، يعني إدارتهم، توجيههم، التعامل معهم، خصوصاً أنت متعود على فنانين دراميين وعمل ثقيل، شلون قدرت تتعامل معهم وتوجههم؟ هم يعني ما في جد نهائياً. إيه لا بالعكس، هو يعني يمكن أنا عندي تجارب كوميدية بس يعني محدودة، يعني سويت أبو الملايين مع رحمة الله عليه عبد الحسين عبد الرضا، وأيضاً التنديل كان مع أبو عدنان الله يرحمه، وسويت ايضا في يعني صالح وطالح كان كوميدي، سويت يعني بعض الاعمال بات نايت وغيره، لكن اعتبرها انا مثل نوع من التغيير نفسية يعني بس تغير. لكن بالنسبه للشباب هم مسرحيين فعلا. صح. ولكن لهم تجارب في التلفزيون. نعم. وقدروا يعني يمكن خلال السنوات الاخيره ان هم يعرفون الفرق بين الاداء التلفزيوني، بس هالمره معي لا قلت لهم تعالوا خلونا نشتغل تلفزيون اكثر، يعني ساعات اوقفهم لا هني ما ينقال، يقولوا لي ابو عزيز حلو الافيه، اقول له مسرح يعني ما ينفع يعني عزيز مثلا وخالد كانوا يقولون افيهات عن واحد من الممثلين وكان واقف، قلت له ما ينفع خالد، قال لي ليش؟ قلت له في المسرح انت تقدر توقف الممثل وتقول له افيهات وبعدين تخلص تقول له تفضل، هني احنا محكومين بتايم وايقاع وزمن
وتفاصيل ثانيه. ودي اسالك عن ماجد مطرب، لكن ودي اشوف هذا الفيديو وارجع لك ثاني. خلينا نشوف. فحياكم. يا حل ندخل عادي. ما في تذاكر. الامور طيبه. يا ويلي عنك ولا زي الرسمي وكاهو. يا حلو كلو والله اني احب هذا الرجال هذا. مش انا هلا ما لا روح هلا. الفنان ماجد مطرب انتقل من يعني جو صحيح. تراجيدي الى كوميدي. صحيح. يعني احنا جديد علينا انه يمثل كوميدي. صحيح. واتقن الدور يعني. يعني ما تتخيل هذه الشخصيه يعني انبنت على الهواء. يعني ماجد من الفنانين اللي صراحه شغوف وعنده تركيز عالي وممثل يعني من شكل خاص، وتحس يعني رغم سنه يعني المتوسط لكن عنده خبره ما شاء الله في الفن والتمثيل وكذا، وعنده قدره على التقمص، وعنده بحكم يعني وضعه هو عنده قدره على التحدث باللهجه البدويه بشكل ويطلع تفاصيل صغيره لا داخل المفردات ما ينساها. مفردات جميله وواقعيه ومستخدمه يعني. وطلع منه هذا الكاركتر، والحقيقه من كثر ما نحب يعني حتى داخل الست يعني، وهذا نادرا ما يحصل ان الممثلين يبتدون يحبون شخصيه. صح. وتطورت هذه الشخصية، حتى شخصية نجر اللي معاه هو كان في البداية يعني شخصية مجرد تكون هي ملازمة سنيدة للشخصية، بس مع الوقت صار لها أدوار، صار لها دور وبدت تاخذ مساحة أكثر وبدت كذا. فماجد حتى قلت له أن هذه الشخصية أنا أعتقد أن هذه نقلة في حياتك. صح. يمكن الدراما اللي أنت كنت ماشي فيها طول هالسنين أعتقد أنت اليوم لقيت المكان اللي تتنفس منه. صحيح. وإذا حافظ عليها في المستقبل أعتقد هذه من الشخصيات راح تكبر يعني. صحيح. اي نعم. طبعا احنا مستمتعين والوقت ما شاء الله بسرعه يعني. انا قاعد يقولوا لي ترى يعني خلص الوقت. خلصنا. واحنا اطالع الكاميرا اقول لهم متى ما شاء الله الوقت بسرعه. مش ابو عزيز كل الشكر لك، كل الشكر لتواجدك اليوم معنا وقبولك لدعوتنا، وعساك من عواده وتقبل طاعتك، وان شاء الله تعود كل سنه بصحه والعافيه. علينا وعليكم. ونشوفك من تجدد لتجدد ومن قمه الى قمه اعلى باذن الله. الله يسلمك. انا طبعا قبل لا تختم اخوي دكتور، فانا ودي بس اشكر كل الناس الحقيقه اللي اشتغلوا معي في العملين يعني، خصوصا سمع عالية ولا في استوديو 21، وان شاء الله ويعني ونقول حق الناس سامحونا على القصور، ان شاء الله نقدم لكم في الاعمال القادمه يعني اعمال افضل ولا نوقف عند هذا العمل. وشكرا لك. كفيت ووفيت ابو عبد العزيز، وما قصرت على حضورك اليوم معنا. عساك على القوة وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا لك. كل شكرا. إذن نحن يمكن وصلنا إلى الأمسية الأخيرة من سراي، وحاب أنا أقول لكم كل عام وانتم بخير. أشكر كل من عمل معنا في هذا البرنامج، طبعا على رأسهم مدير التنفيذي الأستاذ الإعلامي الزميل أحمد الفضلي، وأيضا مخرجنا رائد مال الله على إدارته لهذا الاستديو طوال شهر رمضان، وعلى كل طبعا زملائي زميلاتي وزملائي اللي كانوا معانا في هذا الاستديو. أيضا نشكر ضيوف اللي تعنوا وحضروا وقعدنا نتناقش معاهم، وسعة صدرهم اللي فعلا يعني هي اللي كانت تعطي روح جميل لهذا البرنامج. طبعا أكيد. ونشكر جميع من هم متواجدين خلف الكاميرات، يعطيكم العافية، وأيضا جميع رعاة رسميين معنا طيلة شهر رمضان الفضيل. شكرا لكم، شكرا لحسن المتابعة، شكرا للجميع. وأنا ودي بس أشكر المصممة هدى جار الله، الله يعطيك العافية، والميك اب أرتست أيضا أسماء بريك، والهير ستايلست سماح، وإكسسوارات فزينة، الله يعطيكم العافية. شكرا للكل، الله يعطيكم العافية، وعساكم من عوادة وعيدكم مبارك. وإن شاء الله من باكر نبدأ حلقات العيد. أكيد بإذن الله. مع السلامة.